أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، يعني أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء في الآخرة هدوا إلى الطيب من القول، يعني اهتدوا إلى قول الطيب وإلى صراط الحديد، إلى الصراط المستقيم الذي هو محمود. الإنسان في الدنيا يسمع السب، يسمع شتيمة، يسمع همس، يسمع لمس، يسمع كلام ما مربوط. في الآخرة ما تهدش، لا يقول ولا يسمع. يعني نحن في الدنيا كثيرا ما الإنسان يتكلم كلاما غير صحيح، في الآخرة يتكلم كلام غير صحيح ما. في الدنيا الإنسان كثيرا ما يسمع كلامنا مربوط وغير صحيح، في الآخرة هم أكو كلامنا مربوط وغير صحيح أسمع؟ لا، ماكو هذا الشيء. هذا بالنسبة إلى القول والكلام. الموضوع الثاني أن الإنسان في الدنيا كثيرا ما يشتبه الطريق. انت تركب سيارتك تريد تروح احمدي، تشتبه في الطريق تروح غير مكان، او تركب سيارتك تريد تذهب الى صليبخان تشتبه وتذهب الى غير مكان، او انت كثيرا ما في الدنيا تريد دواء لعلاج المرض تشتبه وتاكل دواء ضارا. هذا صاير ومو صاير. الإنسان في الدنيا في قوله وفي عمله كثيرا ما يخطأ، هو يخطأ أو غيره يخطأ بالنسبة إليه. كلام طيب يقول أحيانا، وأحيانا يقول الكلام السيء. أحيانا يسلك الطريق الطيب، وأحيانا يسلك الطريق المنحرف. كثيرا ما أيضا الإنسان يسمع كلاما طيبا، وكثيرا ما يسمع كلاما منحرفا. مو هالشكل؟ هذا هي صفة الدنيا. أما في الآخرة وهدوا إلى الطيب من القول، هناك بعد لا أنت تقولنا مربوط ولا أنا، ولا أنت تسمعنا مربوط ولا أنا. هناك بعد في الآخرة وفي القيامة وفي الجنة بعد موت وخلق، كل القول طيب سواء تقول أو تسمع، وكل العمل طيب ومستقيم. وهدوا إلى صراط الحميد، يعني الصراط الذي هو محمود، أو صراط الله الحميد، فهو صفة الله سبحانه وتعالى. ففي الآخرة القول والعمل كلاهما مستقيمان، لكن يجب علينا أن نعرف أنه كيف هدوا. الله تعالى يقول وهدوا إلى الطيب من القول. الدنيا كلها بذرة ونواة للآخرة. شنو أخلاقك أنت في الدنيا؟ أخلاق طيبة؟ في الآخرة أخلاقك طيبة مع أهل الجنة؟ والعياذ بالله أخلاق الإنسان في الدنيا سيئة، أحوال الإنسان في الآخرة أيضا سيئة في النار. طريقة في الدنيا مستقيم، في الآخرة أيضا طريقة مستقيم في الجنة. طريق الإنسان في الدنيا منحرف، طريق الإنسان أيضا في الآخرة منحرف في النار. الدنيا بذرة الآخرة. أريد واحد منكم شايف أنه إنسان يلد ذكر بعدين يكبر يصير أنثى؟ اليوم الأول الذي يلد الإنسان ذكرا هذا بعد إذا 100 سنة يبقى هو ذكر 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 حتى يموت 10 سنوات. أو أنه مثلا أنت تزرع حنطة،
بعدين هذه الزراعة للحنطة تكبر تكبر تكبر، يصير فرد مرة تفاح أو فرد مرة حمرة، صحيح هذا الشيء؟ مفهوم. كل قول وكل عمل وكل لمحة عين وكل فكرة صدر في الدنيا شنو؟ نفس الشيء يثمر. يثمر الناس تظلم أنت. لا أكثر ولا أقل. وأكو في الأحاديث، مثل ما نفصل الأحاديث في هذا الموضوع، أنه مو الآخرة هالشكل. أنت إنسان طيب، حتى في عقر دارك الله يرسل إنسان حتى ينشر طيبك على المجتمع. والعياذ بالله إنسان سيء في عقر داره، الله يرسل إنسان يفضحه على المجتمع. دنيا وآخرة نفس الشيء. يعني أنت إنسان طيب وفي المجتمع يقولون إنسان مو طيب، ماكو هذا الشيء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا يعني محبة. يعني أنت إذا إنسان طيب الله هذا الطيب مالي ينشره حتى أنت في عقر داره. والعياذ بالله إنسان شرب الخمر في عقر داره، الله يرسل أناس ينشرون هذا الشيء على المجتمع. شلون يصير؟ صاير، كلنا نعرف هذا الشيء صاير. فرد واحد كان في أحد البلاد الإسلامية، فرد تاجر. هذا التاجر ظاهره مليح وباطنه قبيح. ظاهره مقدس ومتدين ويصلي ويصوم وخوش إنسان. فرد مرة هذا التاجر، قصة حقيقية، فرد مرة انقلب هذا التاجر عند المجتمع لص وخائن وغشاش، بطنه ظهر. شلون بطنه ظهر؟ باطنه ظهر. هذا جاب فرد صانع، هذا التاجر جاب فرد صانع. هذا التاجر من قاع غشاش، لكنه مو ظاهر غش، وإنما أطلع على نفسه طلية من القدس والتقوى أمام المجتمع حتى يظنون أنه مقدس متزين. هذا جاب فرد صانع، قال للصانع ماله بعد اللي يعتمد عليه وثق فيه، قال للصانع ماله، اسمعوا هالقصة، دل على أنه أنا عندي قسمين مشتري، قسم من المشتري ما أتمكن أبوق منهم، لأن هذول أناس يعرفون البوق ويعرفون غير البوق، وقسم من مشتريتي أتمكن أبوق منه. هذا الأناس اللي ما يفهمون كل شيء اللي تبيعه ما يفهم زايد ناس. قال أنا هو كتاجر، تاجر كبير والصناع يبيعوا له ويشتروا كذا. قال أنت ما تعرف، لأن أنت صانع جديد عندي. إذا أجى فرد صانع، فرد إنسان مشتري يريد يشتري منك فرد شيء، شوف إذا أنا جاء أسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أعرف هذا مال اللي تبوق منه. هو هم حيل، قسم من الناس عارفين حيل يحجون. إذا قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أعرف هذا ما يتمكن يبوق منه. هذا طالع نفس الشيء يسوي، يجي مشتري جديد سبحان الله، يشوف الحجي جزاه الله خيرا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يبوق منه كيلو، يعطيك الكيلو إلا ربع. إذا يقول لا 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 لا، يعني هذا ما يتمكن يبوق منه، ما يبوق منه مده. هذا الصانع حجي بعدين اتفق على فريق يسافر تنازعه، خرج هذا الولد ونشر في المجتمع هذا الحجي زعله تركه، لا تغشوا لا تنغشوا منه كذا كذا. وإذا هذا الحجي التاجر المتدين انفضح هذا، صار في المجتمع مشهور أنه في صورة الدين حرامي لا أكثر ولا أقل. الله خبر يوم يومين 10 أيام 20 يوم 50 يوم 100 يوم، خلص مرة مفجة خلص. أكو في حديث أن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الكوفة جاء إليه بلص حرامي، الإمام أمر بقطع يده. قال يا أمير المؤمنين والله أتو بعد ما أصنع لأول مرة كنت بالك أنا بقيت. الإمام قال اقطعوا يده، لأن الحكم إذا ثبت عند الحاكم الإسلامي يجب تنفيذه. أفر على الإمام، الإمام أفر على قطع يده، ولما شاف كل علاج ماكو إلا أن تقطع يده، قال والله يا أمير المؤمنين أنا شغلي نصوصية وهذه هي المرة المئة
التي تركت المال. الإمام قال أنا كنت أفكر في هذا الشيء، لأن الله للمرة الأولى وثانية وخامسة عجل ما يطمح إنسان، لأن الكوفة سابقا كانت فوضى، يعني أنه كوفة مدينة جديدة. لا تقولوا شلون هذا 100 مرة ضايق في الإسلام، وفي الإسلام ماكو هالشكل الأشياء، لأن الإمام جديد في الكوفة عليه الصلاة والسلام. وكانت فوضى، فوضى حروب، لأن وقعت حرب بين جيش المسلمين وجيش بطبيعة الحال فرس، وطرد مدة في الحروب تصير فوضى الأمور، فهذا كان ضايق في هذه الفوضويات. الإمام قال له أنه أنا كنت أفكر في هذا الشيء، أن الله تعالى لا يفضح إنسانا إلا يتكرر منه العمل بعد الإفضاح. فأمر الإمام وقطعت يده. فمهما كان الإنسان ظاهره صالحا، إذا باطنه مو صالح الله يفضحه، يقطع بأن الله يفضحه إلا إذا صار. فانفرد واحد، ما أريد أجيب التفاصيل للقصة، فانفرد واحد في فرد منطق، منطقة من الأرياف، أنا أقول للشيخ الطاهر يعرف تفاصيل هالقصة، في منطقة من الأرياف، هذا كان شوية عنده شخصية وكذا، يدي علم الغيب، عنده علم الغيب، والناس يجون عنده، هذا القصة مو مرقبة 50 سنة، ما قبل 10 سنوات، ما قبل 15 سنة، يجون الناس عنده الدهاتية الريفية، يجون عنده يجيبون طعام، يجيبون خرفان، يجيبون مثلا قماش، في قبال أن يدعو لهم أو لأولادهم أو يأخذوا منه دعاء. هذا آمر ريفي، أجي مشكلة أجي الفرد خروف، أجي إلى بيت هذا الرجل، هذه الخروف، هذا الخروف الطيل الخادم ماله، بعدين أنا أجي أدش على هذا الإنسان في ديوانيته، بمجرد ما يشوفه هذا الرجل الدجال يقول له أهلا أهلا، قبول الخروف اللي جبته، يا يعرفه. إنسان ثاني يجي جايب ويا قماش، أهلا أهلا، قبول القماش اللي جبته، جزاك الله خيرا. اشتهر في تلك القرى بأن هذا عنده علم الغيب، وقع عنده علم الغيب. فرد آخر يعني يفهم ذكي، قال أنا أروح أفتش هذا العلم الغيب، منين جاي هذا الرجل؟ علم الغيب خاص بالله تعالى، ثم بواسطة الله الأمة الطاهرين، لأولياء الله المقربين، أما فرد رجل قوترة ويدعي علم الغيب، علم الغيب مطابق أيضا. راح له، راح له والدافر يجي وياه هو، مو بلباس أخوذي راح له حتى يعرفه، بلباس عادي راح له وداوي فرد خروف وياه. سلم الخروف هناك، افرض له 1 دنانير مثلا، دش على الديوانيه، السلام عليكم، اهلا جزاك الله خيرا بالخروف اللي جبته. شوف حقيقه علم الغيب، لا اكو تليفون، لا اكو اشاره، لا اكو اي شيء. يقول قبل ايده، جلس يمه، يا سلام، لاحظ، واذا فرد ريفي ثاني دخل، اهلا اهلا، هالحنطه اللي جبته كلش عالي. حقيقة جايب حنطة هذا الرجل، يعني يعرف واقع علم الغيب هذا. 2، 3، 4، 5 جو واحد ياخذ دعاء، واحد ياخذ كذا، واحد كذا، شاف كل مطابق. قال أنا لازم أطلع هذا منين علم الغيب. ليس هذا الرجل ما عنده علم الغيب. يوم يوم يلتقي هناك عنده مضيف، عنده هو الرجل، منطقته قريب من منطقة الشيخ الطاهر حفظه الله. كم يوم بقي هناك عنده، بعدين قام يفتش منا منا منا، هذا شنو بحق بازية ماله. بعد التفتيش الدقيق الكامل تبين أن هذا الحجار المحترم عنده فرد 10 خدام في بيته، واحد من الخدام مسميه خروف من خدامه، واحد من الخدام مسميه قماش، واحد من الخدام ماله مسميه جلكم الله داب بمصر، واحد منهم مسميه حنطة. هذا الريفي وقت اللي يجي وجايب حنطة، هذا الخادم اللي اسمه حنطة يجي وياه، هو الحج آغا يعرف على أنه فهذا جايب حنطة من هذا الخادم، أهلا أهلا، حنطة اللي جبت قط.
شخص اللي يجيب خروف هذا يدخل وياه، شنو ياهو يدخل وياه، مو هذا الخادم يدخل وياه، يدخل وياه الخادم اللي يسه خروف. ومن يشوف هذا الخادم هو متبني بينه وبين خدامه، أشغل شي يسوه هذا حامر. وإذا أذكر أنا هذه القصة كنا في العراق وكذي سمعناها، وإذا فرق جماعة من آخندية، هؤلاء الآخندية هاجموا هذا الرجل مهاجم قارص، حتى الحكومة تدخلت، بدلوا مريديته، فرق صريحة جوله خلاص. الله صرحه وواصل منه، وصل هذا الرجل هم الآخندية الشيطان أو الذكي تريد أن تعبرون عنه، اللي راح نبش 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 حتى طلع فتح. كل إنسان عمله يثمر، صدق. وهذا مو مال ذاك التاجر ولا مال ذاك الرجل الدجال، وإنما هذا لي ولك ولكل إنسان. الإنسان إذا عمل صالحا الله يشكر عمله، الإنسان إذا عمل سيئا بعد صبر يومين عشر أيام سنة سنتين الله يصلح عمله. لذا الإنسان يجب عليه إذا عمل عملا يدري أنه يأخذ نتيجة. هاي نتيجة. النتيجة الثانية، الله سبحانه وتعالى ما يترك أي إنسان يحسن أو يسيء إلا أن يثيبه أو يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، آخرة لم تكن آخر. يعني أنك والعياذ بالله إذا إنسان عمل سيئا الله يعاقبه في الدنيا، في الدنيا أكبر التصوير. وكذلك الحسن قصة مشهورة، واتبعوا في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه القصة ملكان، هذان الملكان هاروت وماروت، وفي قصتهما أقوال، من جملة الأقوال بابل فرد منطقة العراق، والآن موجود بابل، والمسيحيين يسمون كتابه المقدس بابل انتسابا إلى بابل المنطقة، لأنه في كتابهم المقدس يقولون إن الله رأى بابل فقال للملائكة. المسيحيين في كتابهم المقدس يقولون، يقولون رأى بابل شعب موحد وحكم صحيح، الله قال للملائكة عجيب شعب واحد ولغة واحدة وحكم واحد، أنا أخاف منهم على نفسي. الله قال، فقال حيا بنا ننزل نحن والملائكة حتى نفرق بينهم. الله قال للملائكة، فنزلوا في بابل الله والملائكة وفرقوا لغتهم وبلبلوا لغتهم، ولهذا سمي ببابل لأن الله ألقى فيهم البلبلة والاختلاط. الإنجيل المقدس، ولو أن الإنجيل المقدس لم ينزل في بابل وإنما أنزل في فلسطين ونحو فلسطين، لكن هم يسموه بابل إلى اليوم. الآن في لندن إذا رحت أو في نيويورك إذا رحت يسمون الإنجيل المقدس بابل. بابل بهالمناسبة يسموه، هي مدينة، مدينة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم هناك نشئ قبل 5000 سنة. أور فرد قرية من قرى بابل أو قرية من قرى بابل، إبراهيم هناك ولد وهناك نشئ وهناك حارب مع ذلك الملك وهناك أحرق ثوريا ومن هناك أخرج وذهب إلى سوريا أو غير سوريا. الشاهد أنه هذان ملكان من ملائكة الله سبحانه وتعالى على قول، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذول ملكة، هذول كما في بعض التفاسير نظر إلى ابن آدم وقال يا رب شنو هل بني آدم اللي يعصونك، قالهم إن فيهم اقتلهم اقهم في البحر. تعبير هذا الله تعالى قال إني أعطيت هؤلاء بني آدم الشهوة والغضب لأمتحنهم، وكل شخص أعطيته الشهوة والغضب قسم منهم يملكون شهوتهم وغضبهم فيصيرون من أهل الجنة، وقسم منهم لا يملكون شهوتهم وغضبهم يصيرون من أهل النار، لأن الذي لا يملك شهوته وغضبه والعياذ بالله يصبح من أهل النار. فأنا عزيزي صديقي كربلاء
مناسبة أذكرها، نجي إلى القصر. كان عنده فريق صديق في كابلا، إنسان طيب، صديقي وصديق السيد، صديقنا كله. هذا اتفق قبل 20 سنة، هذا اتفق اتنازع ويا والده ويا أبوه، اتنازع نزاع ويا أبوه. لكن الإنسان لازم إذا نازع عن جلدة غلطه مو يروح، كما إذا إنسان اشتهى لازم يملك شهوته مو يروح. هذا اتنازع، أبوه جرعف عليه، هو أمثال فرد حجارة كبيرة شبخ أباه بالحجارة، فانكسرت رأس الأب ومات الأب، قتل أباه. بعدين هم صار هذا رجل يهز طيب حي، صار فقر مسكين، حتى وجهه تغير. اجوا جماعة قالوا الوالدي الله يرحمه، الآن كان يقعد والدي يجي عندنا كذا، قالوا الوالدي أنه بعد نفسي ضرب، ليش يعد هذا؟ يعني شنو هذا القاتل لأبوه؟ كذا على كل كلف من المجتمع، مع العلم أنه كان له فرد شخصية صغيرة. صار فقير بالكاد، وأحيانا يأتي إلى الكويت ويتكفل. وصار مرة جمعوا له فلوس في هذا مسجد المبارك، اجي قال حق إسماعيل كذا وجمعوا له فلوس. يعني هذا الإنسان اللي كان عنده فرد شخصية وفرد لا بأس به، هشك لم يملك هذا الضغط. أنا أسد حركته يا أبوك ولو دفر راسي ولو مو جايز هذا شرعا أيضا، لكن تروح تاخذ فرد حجارة كبيرة وتشتخ أباك إلى حد القتل، وكان لازم حتى إذا غضب يملك غضبه. لأن الإنسان الذي إذا غضب لم يملك غضبه هذا أخيرا مصيره النار والعياذ بالله. هذول الاثنين الملكان هاروت وماروت هذني قصص إلها، للثور قصص تاريخ، يعني قسم من الناس يصورون هذني تواريخ مو تواريخ. إن هذا الرجل الملكان نزل، الله تعالى أعطاهما شيئا من الغضب والشكوى مثل بني آدم مثلنا، وقال لهما إذا نزلتما إلى الأرض 4 معاصي للثور: قتل نفس للثور، شرب خمر للثور، الزنا للثور، عبادة الصنم للثور. 4 أحكام بس يطلع. إذا نزلوا للأرض لا يملكون الشهوات والغضب. مثال هذا واقع، مثال لكل إنسان خيرا أو شريرا. يقول ملك كافر لما نزلوا إلى الأرض في بابل نزلوا، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اسمهم هم عجمي وعربي، هاروت وماروت. المشهور بين المفسرين جماعة منهم أن في القرآن 70 اسم فارسي غير عربي، من جملتها هذان الاسمان هاروت وماروت، اسمان لملكين نزلوا في بابل. مروا على باب، وإذا مر جميل فتاة وصفة شهواتهم، هذا شهوتهم غلبت، انت شنو هنا واقفة؟ ادور مشترية. فرد واحد من اصدقائنا يقول مريت على باب، فرد واحد ساقط، واحدة ساقطة، كنت قاعدة. هو هذا الانسان هم كان شوية منحرف والعياذ بالله، مو هنا فرد اخر يقول مريت، قلت ها هنا قاعدة. قال شنو على باب الله قاعد؟ هم على باب الله، كل واحد له باب. قال لها شنو؟ قال لها انت شنو هنا؟ قالت انا على باب الشيطان واقف. قال لها على انه زين مستعد؟ مستعد واقف هذا. دخل قالت لهما انا مستعد على شرطين. شو شرطين؟ الشرطين انا عندي صنم تسجد لهذا الصنم حتى انا مستعد للموت. هذا شهوة إذا راحت تروح، والغضب إذا راح يروح. قال زين ما يخالف، فسجد للصنم. شنو صارت المعصية؟ أول معصية الله سبحانه وتعالى نهاهما عنها. بعدين قالوا زين يلا، قال لا اشتريت الشرطين اكو خمر لازم تشربون، لأن الخمر يقولون الفواحش أجلكم الله يحبون الشخص اللي يشرب خمر ثم يباشر، لأنه لما شرب الخمر أعطابه أحسن كأنه، لهذا هذا الشيء موجود عندهم والعياذ بالله. قالوا خمر لازم، قالت لهم الخمر، إيه خالص؟ شرب شيئا من الخمر،
في هذا الأثناء دخل فقير في الدار. الفقير هذول لأن كانوا ملائكة ثم قلبوا إلى وجه بني آدم، لأن الملائكة يتمكن من كل شيء. هذول وجوههم وجوه صالحين، بينما هذا بيت مو مثل فاجرة. هذا الفقير هم كان يصيح شنو انت هنا ما تستغل، اذا اروح اخبر الناس غير صريحه. هذا الفقير اللي جاب هنا، هذا الفقير هو كبوه راح يطلع. المراه قالت لهما لو هذا الفقير طلع يروح يفضحنا والشرطه يجي وممنوع في البلد هذا الشيء ويقول القبض عليه كله، فاحسن شيء شو نسوي؟ قال احسن شيء وفوا قتلوه، انتوا اثنين اقوياء، هو واحد ضعيف وهو قتلوه. هذول شافوا زين لا باس، نزلوا وقتلوه. سمع صفارات بعدين هم باشروا معها كل المعاصي الاربعه عصوها في ايام قلائل او في ساعات قلائل. الله جاد عنهما، الله خيرهما، اوحى اليهما انتما مخيران، إما عذاب الدنيا إلى آخر الدنيا، كم من يوم سنة الدنيا الله العالم، وإما عذاب الآخرة إلى آخر الآخرة. هذول اختار عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، فعلقهما في بئر من النار على أشفار عينيهما. هذول هنا معلقين إلى هالسنين نتكلم، ولا بعد ألف سنة وعشرة آلاف سنة إلى أن تنقض الدنيا. الإنسان الذي يعصي الله يجب عليه أولا ما يعصي يفكر في أمره، أولا صريحة العصيان، وثانيا عقاب العصيان. كما أن الإنسان الذي يفعل الخير هذا يجب أن يعرف له ثوابان، أولا حسن مدح الناس له، وثانيا ثواب الله له. هذا من الدنيا، بعدين نقول إلى الآخرة. عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام مر على جماعة من اليهود ومعه جماعة من أصدقائه وتلاميذه، فقالوا فيه شر، فقال فيهم خيرا. هم سبوا المسيح، المسيح مدحهم ومدحهم كذبا، ها لأن كل إنسان عنده ترجيح حسن لا شك فيه. فقالوا هؤلاء يا روح الله هؤلاء يسبوك وأنت تمدحهم؟ قال نعم، كل ينفق مما عنده. أنا في جيبي دنانير أعطي دنانير، فلان إنسان في جيبي عشرات الدنانير يعطي عشرات الدنانير، فلان إنسان في جيبي عشرات الفلوس يعطي عشرات الفلوس، كل ينفق مما عنده. المسيح منطوي على الطيب أعطى الطيب، هم منطوون على الخبيث أعطوا الخبيث. فقولك في الدنيا صحيح، نفس الأقوال تنمو وتنمو وتنمو، يصير وهدوا إلى الطيب من القول. هناك قولك طيب، تسمع طيب وتقول طيب، وهدوا إلى صراط الحميد. طريقك في الدنيا طيب، هناك طريقك طيب في الآخرة. إنما تجزون ما كنتم تعملون. شنو عملك في الدنيا هو نفس جزائك في الآخرة. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. ونسأل الله التوفيق لمن يحب ويرضى.